إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، كلامنا عن عبادة عظيمة وركن من أركان الدين وعمود الإسلام وقرة عين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، إنها الصلاة التي أمر الله بإقامتها. فقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وجعل سبحانه إقامتها صفة لعباده المتقين، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بل جعل سبحانه الصلاة عونا للعبد في الدنيا والدين، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وهي عهد وميثاق بين العبد وربه. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة هي أول عمل على المكلف بعد الشهادتين والدخول في دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. متفق عليه. الصلاة يا عباد الله أفضل الأعمال وأطيبها وأزكاها وأنفسها وأحبها إلى الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. والصلاة هي ميزان إيمان العبد وبرهان صدقه، كما في المسند بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. والصلاة أول الأعمال التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. ففي الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة.
ثم يكون سائر عمله على ذلك. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. أيها المسلمون، الدنيا سجن المؤمن يشعر فيها بالضيق أحيانا، فإذا دخل في الصلاة وجدها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه من الدنيا وعنائها. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وحسنه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود وصححه الألباني. اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة، ومن علينا بالتوفيق لما تحب وترضى يا جزيل الهبات. اللهم عظم قدر الصلاة في قلوبنا، واجعلنا من عبادك الركع السجود يا رب الأرض والسماوات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قد سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أورد الإمام البخاري في صحيحه قصة وساقها بإسناده إلى الصحابي الجليل أهبان بن أوس رضي الله عنه، أنه رضي الله عنه كان اشتكى ركبته، وكان إذا سجد جعل تحت ركبتيه وسادة، وذلك ليخف عليه الألم، ولا يخفى على بعضنا شدة ألم الركبة، ومع ذلك ما أضاع الصلاة، فكيف بمن جعل وسادته هي التي أعاقته عن الصلاة؟ فكيف بمن جعل وسادته هي التي أعاقته عن الصلاة وتلذذ بالنوم عليها؟ فاتقوا الله تعالى عباد الله، وعظموا أمر هذه العبادة وحافظوا عليها، فقد خصها الله تعالى بأن افترضها على العبد على أي حال كان، سواء كان مريضا أو كان مسافرا أو نحو ذلك. واشترط الله لإقامتها أن يكون المسلم على أشرف أحواله في كمال طهارته وجمال زينته واستقباله لبيت الله جل في علاه. ورتب الله أجرها بمن عقل المصلي من صلاته فيها، فقد ينصرف العبد منها ولم يكتب له من أجرها شيء. فاحرصوا على صلاتكم، وقفوا معها وقفة تأمل ومحاسبة، هل فعلا نحن محافظون على عمود الدين الصلاة؟ وهل نصليها كما يحب ربنا ويرضى في خشوع وخضوع وإقبال وإنابة في بيوت الله؟ فالله الله في الصلاة عباد الله، فهي حياتنا وهي نجاتنا وهي سعادتنا ونورنا في الدنيا والآخرة. هذا صلوا وسلموا على من أمرني وأمركم بالصلاة والسلام عليه. فقد قال عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، خذ بنواصيهم بالبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم كل إخواننا المرابطين على أرض الحدود،
إنجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.